تختار مين ازاي؟ فلازم تقرا السؤال تاني، لان هو قايل لك ايه نوت، هو الباينري كلاسيفيكيشن. طيب مين الماشين ليرنينج از ا سبست اوف ايه؟ يعني هي جزء من ايه؟ احنا كنا قلنا ان في جراف كده عندي الاي اي، طبعا انا قلت ان الجراف ده انا مش مقتنع بيه، لان انا شايفه ان الاي اي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج كلهم بيعملوا ماشين ليرنينج، والاختلاف كلها في الكاركترستيك، بس لسه في ناس ستيل ان هي ايه بتعمل الديسكريميشن دي او بتفرق ان انت عندك ولا يعني مثلا عندك كده اي اي، وبعد كده جوه الاي اي في ماشين ليرنينج، وجوه الماشين ليرنينج في ديب ليرنينج. اوكي، فدي الديب ليرنينج ودي الماشين ليرنينج وهنا الاي اي، فيعتبر الاي اي سبست من مين؟ جزء من مين؟ جزء من الاي اي. خلاص، دي كانت اجابه السؤال. فالسؤال الثاني ده اجابته ماشين ليرنينج. طيب which of the following is a machine learning task؟ يعني كنا قلنا ان في كلاسيفيكيشن وفي ريجريشن وفي كلاسترنج، ده انا قلت ده في اللي هي سلايد الفيديو الاخير اللي انتوا كنا راجعنا فيه على الحاجات، يعني لو انتوا لو حصل والحاجه دي ما كنتش قلتها او ما وضحتهاش انا قلتها في اخر فيديو، قلت ان في ماشين ليرنينج تاسكس وهي الكلاسيفيكيشن والريجريشن والكلاسترنج. فبقى اقول لك which of the following is a machine learning task، طبعا هم الثلاثه فانا محتاره، فقال لك all are correct. اه يبقى all are correct، معرفش بقى يعني. واللي جايه دي بقى جميله، يعني اللي جايه دي بتبين فعلا ان انت ما عدتش على ثانوي، انا كنت بتعامل كده في الثانوي اصلا في لما السؤال اكون محتاره فيه. فنركز بقى مع بعض كده نكلير الحاجات دي. هو هنا دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك which is a pre-processing step of machine learning، مين في دول يعتبر pre-processing step؟ الناس اللي هي مذاكره هتقول لك داتا كليننج، عظيم جدا، مفيش حاجه مفيش مشكله اهو. ثواني، داتا كليننج، اللي مذاكر اكتر هيقول لك على فكره الفيتشر سيلكشن يعتبر برضه pre-processing. يعني انت لو انت مذاكر قوي ما انت محتار بين الاثنين دول، فانت لازم تحتار لان هما الاثنين دول موجودين في السلايدز. طيب السبريتنج داتا انتو ترين اند تيست، خليني اقول ان انا مش عارف المعلومه دي، انا بتكلم كثانوي، بتكلم كلوجيك، بتكلم كمنطق، انا متاكد ان انا ذاكرت ولقيت ان بري بروسيسنج داتا كليننج فيتشر سيلكشن وفي اول ار كوركت، يبقى ايه اول ار كوركت؟ لان انا مذاكر قوي عارف ان في داتا كليننج فيتشر سيلكشن، يعني في ناس كتبت داتا كليننج وسكت، ما اعرفش ازاي يعني بري بروسيسنج فيتشر سيلكشن. ف ده بتكلم ان انت لو مش عارف ان في سبريتنج داتا، فالاجابه كانت اول ار كوركت، ولان اصلا سبريتنج داتا انت ترين اند تيست دي حاجه منطقيه، داتا بتجي لك ما تشتغلش عليها زي ما هي، لازم تقول انا هقسمهم لايه 80% ترين و20% تيست. خلاص، طيب كنا خدنا ثلاث انواع من البروبابيلتي اللي هو اسمه ايه، المارجنال بروبابيلتي والجوينت بروبابيلتي والكونديشنال بروبابيلتي، وقلنا البروبابيلتي اللي هو بجيب البروبابيلتي بتاع ايفنت بس كده، بروبابيلتي اوف ايه او بروبابيلتي اوف بي بصرف النظر بيعتمد على ايه تاني، اللي هو بنسميه مارجنال بروبابيلتي. تمام، طيب كنا خدنا بايز وخدنا نايف بايز، وقلنا الفرق بينهم ان البايز كلاسفاير بيعتمد على اونلي وان ايه فيتشر، يعني اونلي وان فيتشر او ايفنت بيعتمد على اونلي وان ايفنت، يعني معاك ليبل والليبل ده بيعتمد على فيتشر واحد. خلاص، لكن لو معاك ليبل بيعتمد على اكتر من فيتشرز يبقى ده نايف بيس. يبقى ايه هو الالجوريزم او كلاسفاير اللي بيكونسرن ويز الديبندنسي اوف ان ايفنت اون اونلي وان ايفنت؟ ده مين البيس كلاسفاير. فيعني بس كده دي الاختيارات، ويعني انا كنت شايفه ان هي سهله. طيب مش عارفه بنعمل ايه. طيب دي بقى ان انا حاولت اصغرها على قد ما اقدر، ده في واحد بيقول لي الاوت لوك والهيوميديتي في الامتحان بيقول لي ما كانتش جايه في الديسيشن تري، انا مال انا كانت في الديسيشن تري ولا في الديسيشن تري. انت عندك مثال بتعمل له بتقسمه لتري، مثال ايه هو؟ انت خدنا الاوت لوك والهيوميديتي في البيز، خدناها مثلا في النايف بيز عادي مالهاش دعوه. فلو فرضنا يعني ان في ناس بتسال في التري، فهو هنا بيقول لك ايه؟ طبعا احنا اتفقنا ان انت لو شغلت ديسيشن تري لازم تعرف انت تبدا بانهي فيتشر، او هترتب الفيتشرز بناء على ايه؟ وقلنا ان احنا نرتبهم بناء على الفيتشر اللي هي اكثر اهميه، وبنجيبها بناء على حاجه اسمها جيني اندكس وما خدناهاش، فقلت لك دايما هديك ايه هو اول واحده تبدا بيه، وبعد كده تبدا بالحاجات الثانيه زي ما هي. فقلنا نبدا بالاوتلوك
هي اوتلوك بقى عشان الكلام كتير. الاوتلوك لها تو فاليوز، وكان المفروض يبقى لها اكتر من فاليو، جبت لكم اتنين فاليوز بس. انت عندك ساني وعنده اوفر كاست، فعندك هنا اوفر كاست وعندك هنا ايه ساني. خلاص، هتلاحظ ان في الاوفر كاست كل الاوفر كاست ماله يس، فانا اكتب هنا يس. خلاص، طب هتيجي في الساني، الساني هتلاحظ ان في من الساني نو وفي من الساني يس. انا مش قادر احدد مش الساني هقول فيها يس او نو، لا يبقى لازم ابص على فيتشر ثانيه. والفيتشر الثانيه بكتب هنا ايه؟ بكتب هنا هيوميديتي، هيوميديتي كبيره بقى ماشي. وتشوف الهيوميديتي لها ايه فاليوز ايه، هتلاقي ان الهيوميديتي لها فاليوز هاي ولو، هاي ونورمال. اكتب هنا هاي واكتب هنا نورمال، طبعا لو كتبت نورمال وهاي عادي مش مشكله. فانت هنا مثلا تكتب هاي، تكتب هنا ايه نورمال. ايه الهاي والنورمال؟ بتكتب الهاي والنورمال على السهم ماشي، بتكتب الهاي والنورمال على السهم، بس جوه السيركل بتكتب يس او نو. فانت هنا مثلا عندك الهاي، كل الهاي كان ماله نو نو نو، كل الهاي كان نو، فبكتب هنا جوه الايه جوه الدايره دي نو، باجي اكتب هنا ايه يس. هل دي فيها مشكله؟ يعني حتى عنده مشكله ولا عنده اعتراض او وجهه نظر او اي حاجه؟ تمام. هنيجي بقى على السامبل الثانيه، سوري على السؤال الثاني. هو هنا بس بيقول لك يعني بناء على التري اللي انت عملتها، مش همسح التري دلوقتي. طيب بناء على التري اللي انت عملتها، انت قلت لي لو انت اوفر كاست اسمها ايه دي الاوتلوك، لو انت اوفر كاست فانا اكيد اكتب يس، لو انت ساني لازم ابص على الهيوميديتي. هو هنا مديني ساني ونورمال، يبقى انا ماشيه في البرانش ده اللي هو الساني، يبقى انا مش هعرف اقول يس على طول، لا لازم اخش في الساني في البرانش ده. فانا معايا ساني، اخش على الهيوميديتي، الهيوميديتي بتقول لي نورمال وهاي، لو انا هاي هعمل نو، لو انا نورمال هعمل يس، وانا نورمال يبقى انا هعمل ايه يس. ده هي اصلا لو انت مشيت على التري، لو انت ما مشيتش على التري من مجرد النظر فوق خلاص. فالاجابه هنا يس، الشخص ده ان هيلب تنس بلاير تو سايد اف هي كود شوت بلاي اور نوت، فيس الاجابه يس ان هو هي بلاي. ممكن تكتب لي بلاي وممكن تكتب لي يس عادي. دي السؤال ده. طيب ال الاكيورسي، طيب لو عايز احسب الاكيورسي، الاكيورسي بجمع دول ماشي الدياجونال اللي هي 5 2 بجمعها مع ال 2 8 واقسمهم على ايه 2 8 واقسمهم على ايه، اقسمهم دي مجموعها ايه مجموعها 55، دي بنسميها البي، ودي اسمها ايه 30، دي بسميها الان. بقسمها على ال 55 زائد ال 30 خلاص. طيب والريكول، الريكول كانت ايه؟ انا مش فاكره بس هحاول افتكر يعني. هي كان في واحده فيهم ان انت تهتم بالكلاس ده، واحده فيهم تهتم بالكلاس ده. فلو فرضنا ان الريكول اللي هي دي فيبقى 2 5 2 على 55 خلاص، يعني ده على ده، والسبيسيفيتي اللي هو ال 28 على ال 30، معاك 28 على ال 30. هتكتب لي كده تمام، هتحسبها لي وتطلع لي مش عارفه كام في الميه، مثلا 94% عادي، هتحسبها لي 94% عادي، يعني كل حاجه عادي اوكي. دي اسمها الاكيورسي مثلا او الـ او البرسنتج. ده بالنسبه للسؤال ده، الريكول والسبيسيفيسيتي والاكيورسي، وكل واحد فيهم عليها درجه. طيب بالنسبه لل الجراف، الجراف ده بقى في البتاع على طول فاهمني، داتا كولكشن، داتا كليننج، فيتشر سيلكشن، فيتشر اكستراكشن، مش عارفه ايه ديبلويمنت. تمام، دي موجوده في الـ في الـ في السلايد على طول. طيب عايزين نحل اللينير ريجريشن. طيب طبعا هو في ناس كتب ثابت الجدول كده، ما اعرفش ليه، وفي ناس عدلت الجدول، فهو طبيعي ان الناس يعني بتعدل الجدول، بس عادي يعني مش مشكله، مش تفرق كتير بس. طيب
فانا هيبقى عندي الداتا معايا الاكس معايا الواي، الواي دي اللي هو مديها لي خلاص. هبدا احسب حاجه هنا اسمها اتش اوف اكس، اتش اوف اكس خلاص، وببدا احسب حاجه هنا اسمها اتش اوف اكس ماينس الواي، بحيث ان الاتش اوف اكس دي بتبريزنت الايرور خلاص، اتش اوف اكس ماينس الواي اللي انا هعمله على سامبل واحده انت هتعمله على السامبلز كلها ماشي. وانت تبدا تحسب كده معاك ايه، طبعا انا بفترض ان دي اخر كولم ده بيربريزنت التوتال، التوتال يعني المجموع بتاع كل ايه الكل. طيب الاكس عندك هنا 2، عندك 4، عندك 6، عندك 8 ماشي. الواي عندك 3، عندك 7، عندك 5، وفي 10. الاتش اف اكس، الاتش اف اكس عباره عن ايه، الاتش اف اكس عباره عن ايه اكس بلس بي. شوف انت الايه بكام، اللي هي بواحد من عشر، واحد من عشر، والبي بتلعب كانوا عاملينها بثلاثة انيشن. طيب يبقى واحد من عشرة في الاكس زائد بي، ال واحد من عشرة ضربها في الاثنين هيديك، ما احنا بقى نحسب بالآلة ثواني ماشي ثواني. لو عايزين نطلع يعني الرقم النهائي كله، واحد من عشرة في اتنين، اتنين من عشرة زائد تلاتة، هيديك هنا ايه ال h في x هنا دي تلاتة واتنين خلاص. اللي انا عملته سوري كنترول زد، تلاتة واتنين مش اللي انا عملته، ده تعمله برضو في السامبلز دي معاك. واحد من عشرة اضربها في الاربعة واجمع عليها التلاتة خلاص، هيديك رقم تاني. تحسب بقى ال h في x ماينس ال y هيديك ايه، ال 3 و2 ناقص 3 هيديك ايه 2 من 10. لما تيجي تحسب السامبل الثانيه والنفرض السبعه دي اللي هي دي، هتلاقي ان الرقم هنا بالسالب عادي خالص ماشي. ف لو مش لازم بقى نحسب خلاص، فيطلع هنا كل الارقام اللي بعد كده سالب اوكي كده ما عدا اول سامبل. طيب كده انا حسبت ال h of x فاداني الايرور، ده اسمه الايرور. خلاص المفروض دلوقتي انا جيفن المعلومات دي كلها بحسب حاجه هنا التوتال، يعني بعمل السمشن بتاع الاكس ده لو انا هحتاجها، وبعمل السمشن للواي يعني كل الوايات، وهنا بعمل السمشن للاتش في اكس ده لو انا هحتاجها. لكن اللي اكيد هحتاجه مين؟ السمشن للاتش اوف اكس ماينس واي، اتش اوف اكس ماينس واي خلاص. طيب عايز احسب الاي الجديده، اي الاي نيو خلاص، الاي نيو هتساوي الاي اولد او الاي القديمه، انا بقولها بالطريقه دي عشان ايه تبقى واضحه، يعني الاولد ناقص الليرنينج ريت مضروب في واحد على ام تمام، والواحد على ام مضروبه في مين، في الاتش في اكس ماينس الجزء ده هنا، يعني هاخد مين يا ربي، هاخد ال ده الترم ده خلاص. الرقم ده طلع 10 هكتب هنا 10، الرقم ده طلع 20 هكتب 20 تمام كده. فيبقى الايه الجديده بتساوي مثلا لو انت عايز تقول الايه القديمه اللي هي 1 من 10 ناقص الليرنينج ريت اللي هو تقريبا كان 1 من 100 0 0 مش عارف 1 من 100 تقريبا ولا مش عارف 100 ولا من 1000، المهم يعني في 1 على ام النمبر اوف سامبلز، النمبر اوف سامبلز عندي كام؟ 1 2 3 4، يبقى 1 على 4 تضربها في مين؟ تضربها في البتاع الجديده دي للكولم ده. طيب عايز تحسب البي اولد سوري البي نيو، البي نيو هتساوي البي اولد. انا على فكره عامله اللي اسمها ايه، عامله انستراكشن للمعيده ان اللي هيتلخبط بين الاي والبي ما فيش مشكله فاهمني، ده لو انتوا يعني كان عندكم مشكله يعني. بس مش هينفع تكتب ايه نيو بيساوي بي اولد، يعني الايكويشن لو بدلتها بس مش مشكله، يعني احنا اصلا كده كده بنعمل اتريشن واحده فهي مش تفرق معانا، في مش هتاثر كاكوميليت ايرور في الحاجات الثانيه. فالبي نيو بيساوي البي اولد
ناقص الليرنينج ريت مضروب في الواحد على ام، زي البتاعة التانية بالظبط، بس ايه، بس مضروب هنا بقى في ايه، في ال h of x، ال h of x minus ال y، والترم ده مضروب في مين؟ مضروب في x. خلاص كده؟ طيب يبقى المفروض ان انا هنا اضرب في 8 ولا 10 ولا الرقم اللي طلع لي؟ لا، ده انا كده بحسب كولم تاني، المفروض ان انا يبقى عندي كولم هنا تاني اهو مثلا هنا، خلاص اسمه h of x، مش كده، h of x minus y، كل ده اضربه في الاكس. خلاص تبدأ تحسب ايه القيمة دي قيمتها كام، يعني مثلا لو انا مسكت ال h of x minus y طلع ب 2 من 10، 2 من 10 ضربها في الاثنين، 2 من 10 في الاثنين هيطلع لي مثلا 4 من 10، يبقى انا اكتب الترم ده اسمه 4 من 10، فاهمني؟ وتبدأ تحسب دي على كل القيم، وفي الاخر تعمل التوتال، تحسب التوتال هنا، التوتال ده بقى هو اللي تحطه هنا، التوتال ده مش كده؟ التوتال ده هو اللي تحطه في الحتة دي كده. اوكي كده، ده كان اللينير ريجريشن لو انت عملته في اتريشن واحده. تمام، انا هوقف ال